الآن يسعدني أن أقدم الدكتورة إحسان حماماشي، أخصائية أمراض الروماتيزم بمستشفى تمارا، وأستاذة مشاركة في مختبر الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة والبحث والبحوث السريرية، جامعة محمد الخامس بالرباط، الأمين العام لجمعية الجمعية المغربية لأمراض الروماتيزم، دكتورة إحسان من المغرب الشقيق. أهلا دكتورة إحسان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على هذه المقدمة. الهدف اليوم من تدخلي هو معرفة معنى الروماتيزم، مفهوم الروماتيزم، طبيب الروماتيزم والأمراض الروماتيزمية. فسنبدأ أولا بمن هو طبيب الروماتيزم. كلمة روماتيزم في الأصل هي يونانية ومعناها تدفق المياه، يعني كل ما هو انسيالي والحركة. فالطبيب الروماتيزم هو الطبيب المختص في الجهاز الحركي الذي يضم العظام، المفاصل، الأوتار، العضلات والأنسجة الضامة، وكذلك مختص في الأمراض المناعة الذاتية التي قد تصيب الجهاز الحركي وأجهزة أخرى كالجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الأعين، الجلد إلى غير ذلك. فالطبيب الروماتيزم هو طبيب مختص في جميع هذه الأمراض، وهناك أكثر من 200 مرض مختلف. وهذه الأمراض الروماتيزمية ممكن أن تصيب الصغار والكبار، ممكن أن تكون حادة يعني تأتي في واحد المدة معينة، أو تكون مزمنة عفوا، يمكن أن تكون مزمنة عدة أسابيع أو لا شهور أو لا سنوات. ممكن أن تخص منطقة واحدة كالكتف، العنق، أسفل الظهر، الركبتين، أو مناطق متعددة، كما أن السبب ديالها مختلف. وممكن أن يكون هناك تعفن هو السبب في هذه الأمراض، أو لا أورام تصيب العظام أو لا العضلات ولا الأنسجة الضامة، التهابات ولا أسباب ميكانيكية. النقطة هنا في شأن الأمراض الالتهابية أو أمراض المناعة الذاتية، فهي أمراض عموما ما تكون مزمنة، تكون متعددة الأجهزة في وقت واحد، يعني ممكن أن تصيب الجلد، الأعين والجهاز الحركي، وتكون التهابية. كيف يتم تشخيص هذا المرض وكيف يعمل طبيب الروماتيزم؟ فطبيب الروماتيزم أو طبيبة الروماتيزم كجميع الأطباء، البداية تكون بسماع السيرة الذاتية للمريض، ما هي الآلام، نوعية الآلام، متى يبدأ، شنو هي العوامل المحيطة به. ثم يتم فحص دقيق للمريض، ويمكن أن نطلب بعض التحاليل أو لا بعض لي غاديو، وهو الفحص بالصدى او الأشعة اللي تكتمل عندنا النظرة. وكما قلنا، إذا كان فيه زيادة على الجهاز الحركي أجهزة أخرى مصابة كالجلد أو الأعين، ممكن أن نوجه المريض إلى الاختصاصي في هذه الأجهزة لكي تكون لنا رؤية عامة. هذا هو طبيب الروماتيزم. فما هي أشهر أنواع أمراض الروماتيزم في العالم العربي؟ كما قلنا، أمراض الروماتيزم هناك أكثر من 200 مرض. وفي آخر دراسة قمنا بها مع المجموعة العربية للتوعية بأمراض الروماتيزمية، التي ستقدمها بالتفصيل دكتورنا اللي في المداخلة الموالية، قمنا بسؤال أكثر من 1500 مريض على نوعية الأمراض المناعة الذاتية التي هم يعني مصابون بها. فالأمراض المناعة الأكثر شيوعا كانت في المرتبة الأولى بأكثر من 46% من الأجوبة التهاب المفصل الروماتويدي أو لا بولي أرتريت روماتويد، هو في المرتبة الأولى، يليه بأكثر من 20% من الأجوبة الذئبة الحمامية الجهازية اللي هو اللوبس. في المرتبة الثالثة التهاب العمود الفقار اللاصق أو السبونجي أرتريت. وأخيرا في المرتبة الرابعة التهاب المفاصل الصدفية أو الروماتيزم بسورياتيك. ولكن أريد هنا يعني جذب نظركم إلى أن أكثر من 10% ديال المرضى
أجابوا بروماتيزم، وهذا الروماتيزم راه ليس اسم مرض وليس محدد. ونتمنوا أننا نقدروا نرفعوا الوعي عند المرضى باش في يعني في الأبحاث المقدمة يتمكن جميع المرضى من الإجابة على هذا السؤال، لأنها هي مسؤوليتنا احنا كأطباء أولا وكمرضى ثانيا. النقطة الثانية اللي أريد جلب الانتباه ديالكم لها ابتداء من هذا البحث هو أن هذه أمراض الروماتيزم كتكون معها أمراض مصاحبة أخرى كضغط الدم المرتفع، البدانة، أمراض الجهاز التنفسي، الداء السكري والفيبروميالجيا. يعني هذا المرض يجب أن يؤخذ في شمولية الجسم ماشي كجهاز بوحده. ألوغ في الختام أتمنى أن يكون مفهوم الروماتيزم أسهل وواضح بالنسبة لكم بعد هذا التدخل. دونك باختصار، طبيب الروماتيزم وطبيب يختص بالجهاز الحركي وأمراض المناعة الذاتية. في البحث الذي قامت به المجموعة العربية للتوعية بأمراض الروماتيزمية، فكانت الأمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعا هي أولا التهاب مفصل روماتويدي، يليه الذئبة الحمامية، ثم التهاب العمود الفقري اللاصق والتهاب مفاصل صدفية. و10% ديال المرضى أجابوا بكلمة روماتيزم، هي كلمة عامة ولا تشير إلى مرض بالتحديد، لأن الروماتيزم هي أكثر من 200 مرض. ومن اليوم يعني من شهر أكتوبر إلى فبراير ستقوم الجمعية العربية للتوعية بالأمراض الروماتيزمية بسلسلة من اللقاءات الافتراضية للإجابة على أسئلتكم حول هذه الأمراض الروماتيزمية. وشكرا على الحضور وعلى المشاركة. شكرا دكتورة إحسان على هذا التعريف المبسط لأخصائي الروماتيزم والأمراض التي يعالجها، وهذا شيء موضوع مهم جدا للمرضى لتوعيتهم أن طبيب الروماتيزم هو الطبيب الأول يجب أن زيارته إذا شكينا من أعراض أوجاع المفاصل وغيرها من الأمراض التي ذكرتها.